أهلين كينان. شو الأخبار كارلا؟ وينك؟ بدي أحكي معك. أكيد هلأ منحكي، أنا كنت جاي لأشوف بابا أصلاً. بس أنا ماني بالبيت. طيب بس ترجع البيت منحكي. طيب ممتاز لك. وانت جاي مرئي وخديني، رح أبعت لك الموقع ومنحكي على الطريق. تمام؟ طيب ماشي، بعت لي الموقع. تمام. مرحبا. شو صاير معك؟ تعشيت انت واسراء؟ ايه تعشيت، بس مو مع اسراء، مع تسنيم. عن جد؟ طيب وعن شو حكيتوا؟ حكيت لك شي بخصوص اللي صار؟ ليش انت بتعرفي شي انا ما بعرفه؟ احكي اذا في شي عندك. يعني اكيد انا ما بعرف شي، بس هن عملوا مشروع، قلت ممكن تكون حكيت لك عنه شي. حكينا، بس بتعرفي حكيت لي شغلات غريبة شوي. كيف يعني شغلات غريبة؟ انت مو منطقية، كيف قدراني تضلي بهالاعصاب الباردة هي؟ انت صايرة عم تكذبي علي كارلا. شبك كينان، انت شو عم تقول؟ لا تحاكيني بهالاسلوب، فهميني انت كيف بتعملي هيك شيء بشركتك الخاصة؟ كيف بتخوني حالك؟ عالي ما عم يستوعب، ما عم صدق انك تعملي هيك شيء. لا، وفوق المصيبة اللي عاملتيها عم تحاولي انك ترمي كل التهمة على اسراء وهي ما لها ذنب بالقصة كلياتها. شو هاد؟ لوين بدك توصلي؟ كينان انا اصحك تنكري. كارلا، تسنيم حكت لي كل شيء، انت رحتي وعطيتيها المشروع بايدك. ايه انا اللي اعطيتها اياه، لانه بصراحة ما عاد بدي اسراء تشتغل بشركتنا ابدا. ولو قلت هذا الحكي لك ولا مروان، انتوا الاثنين رح توافوا بوشي وتعارضوني. وانت رحتي وقررتي تفتري على اسراء؟ لك اختي انت مجنونه؟ انا ما عم بعرفك. وينها كارلا اختي ورفيقه عمري؟ وينها؟ راحت هي واجت مكانها وحده ثانيه. ما عم بعرفك ولا بدي اتعرف على هيك شخصيه جديده بنوم. كينان ايه معك حق، يمكن فقدت السيطرة على اعصابي، بس بالنهايه اسراء ما صار لها شيء. ما تمام، معناتها انت بدك انا ننسى الموضوع مو هيك؟ كينان خلص، انا حسيت بغلطي وعم اقول لك هالشيء ما عاد يتكرر بنوب. شوفي، انا بدي اقول القصه لاسراء ولمروان كمان. خليهم يعرفوا. لا خليهم يعرفوا، وانت لازم تتعاقبي مشان ما تعيديها مره ثانيه بحياتك. لا انت ما فيك تعمل هيك شيء، ولا فيك تحكي لمروان، لانه مروان ما بيقعد بيطلع بوشي مره ثانيه ولا بيدخلني على الشركه كمان. بشو كنت عم تفكري قبل ما تعملي هالشيء اللي ما بيخطر ببال حدا؟ انت ما فيك تقول شيء لمروان، عم لك بخسره على الاخير، وبالوقت اللي يتصلح فيه كل شيء ما فيني اخسره لمروان. تمام. مروان ما بيطلع بوشي مره ثانيه، عم تفهم علي؟ كارلا تمام وقف. انا عم لك بموت، ما بتفهمني انت؟ ما فيني اخسر مروان، عم لك تفهم علي؟ بترجع ما فيني بيت الحال. وافي يلا لا تتحرك، وافي وافي هون. وقف وقف هون، خلص وقف. انت كنتي رح تقتلينا كينا. ليش ما في شيء عم يصير مثل ما بدي بهالدنيا؟ بترجاك لا تقول لحدا انه انا عملت هيك، بترجاك. كينان انا ما فيني اخسره لمروان، عم تفهم علي؟ خلص انت كينان، بترجاك كون معي. كارلا لا تبكي، بدي افكر شوي. تمام كينان لو سمحت، بترجاك. قولي أنا بدي سوق السيارة. انزلي يلا. إسراء وينك؟ ليش ما إجا مروان يا كارلا؟ ليش هم عم تجوا مع بعض أنت وياه؟ بالبداية قلت تتركهم متزوجين جديد، بس هيك صار شي غريب. يعني بابا مروان مضغوط بشغله كتير، وصدقني ما في أي شي تاني. مثل ما بدك، يعني طبعا الوقت تغير، ونحن شباب كنا نداري أمهاتنا وأبهاتنا، وهلأ عم نداري بنتنا وصهرنا. بس ليكي بدك الصراحة، أنا متأمل كتير بالعروس الجديدة. بعدين هي وعدتني نشرب القهوة سوا ونلعب طاولة. أكيد بتعملوها بابا.
يلا بنتي اتصلي بمروان خليه يمرق دقيقتين وخليه يرفع راسه عن الشغل وبيغير جو. اتصلت بابا بس تليفونه مغلق. ليش؟ هو وينه هلا؟ ما بعرف بس بظن انه عنده اجتماع مهم. انا طالع على غرفتي. وين بدك تطلع؟ لسه بكير. اختك اجت، اقعد خلينا ندردش شوي. بابا انا كثير تعبت اليوم، كان عندي شغل كثير. تصبح على خير. وانت بخير. شو هالجيل؟ مروان وين كنت حياتي؟ طول الليل عم حاول اوصل لك وتليفونك مسكر. معك حق. شو ما قلتي معك حق، هربوا العشاء وبكل مكان دورنا عليهم. قصدك اخوها لأسراء واختها؟ ايوه تماما، يعني ما منعرف لوين راحوا، ما لقيناهم لهلا. بس على القليله كان فيك تخبرني، وانا وقتها ما كان في داعي اقلق عليك طول الليل. ما تواخذيني، مشان الله ما تواخذيني. انت مفكره ما حاولت؟ بس ما كان في تغطيه بتليفوني، وشو ما كان عقابي انا جاهز. أكيد ما في أي عقوبة، مسامحتك. هيك لك. خليني فوت اتدوش وبعدين بشوفك بالشركة ومنشرب قهوة، ممكن؟ ممكن، معناها أنا نازلة. تمام. شو بدك مروان؟ بعتت وراي. بعتت وراك. شو عملت؟ قدرت تحكي مع تسنيم؟ حكيت. ايه شو قالت لك؟ شو عرفت؟ قالت انه ما دخلها اسراء بهالموضوع ابدا. طيب قالت مين اللي عمل هيك؟ ما قالت، اصريت عليها كتير وما عطتني ولا اسم. كنت متوقع. شغلتنا معنا سهلة. المهم نحن خلينا نضل عم ندور، أكيد بدنا نعرف مين اللي عمل هيك، ما رح أتركها للقصة. يعني نحن بالأخير عملياً أفضل منهم بالتكنولوجيا، وأكيد رح نكون أنجح منهم، لأنه في عنا شيء مانو موجود عندهم بنوب. مروان كورفالي. إذا ما في شيء تاني نحكي فيه أنا طالع، رايح على مكتبي. كينان استنى عاوزتك. بالإسم. كينان شكرا كثير. اضطريت صير مثلك كارلا، خليتيني كذب جوا من شوي. كينان شو صار لك؟ نحن اخوه اكيد رح نغطي على بعض. مين عم يتصل فيكي؟ مين ما كان مانو مهم، بعدين برجع بتصل. بالنسبه لي انت المهم هلا. طلعي كارلا، أنا ما عاد أتحمل تصرفاتك، من اليوم انتبهي على حالك شو عم تساوي، وبعدي عن إسراء قد ما بتقدري. اطلعي لبرا. شو بدك معك؟ أنا ما قلت لك ونبهتك إنه ما فيك تتصل فيني كل شوي؟ إذا حدا شاف اتصالك بتبليني بمصيبة. لكن لا تخليني اشتاق لك كارلا، بدي التقي فيكي باسرع وقت. مارك شو رايك اتصل فيك بس افضى؟ لا كارلا لا، بدي نلتقي اليوم. طيب ماشي بنلتقي، هلا ببعث لك الموقع برساله وانت بتجي عليه. ايه ماشي عم استناكي. أخي كملنا التصاميم، إذا بتسألني بقلك صارت بتاخد العقل. بعت لك إياها شوفها، إذا عجبتك خلينا نعتمدها. من حلا بعدين، ترك لي التصاميم موسى، عود لشوف. خير أخي، صاير شي؟ عود موسى عود.
هلا بتترك الشغل من ايدك لانه في طلب مهم بدي اطلبه منك. اهلا وسهلا. بدي افهم نحن ليش بنلتقي هون دائما كارلا؟ يمكن لانه ما لازم حدا يشوفنا مارك، ما هيك؟ لو كنا ببيتي ما كان حدا رح يشوفنا. اسمعني منيح، انا جاي لهون لانهي القصه كلها. انا ما عاد بدي التقي فيك لا بالبار ولا بالبيت ولا حتى باي مكان. ما عاد تتصل فيني وتزعجني، لازم ينتهي كل شيء اليوم. انا ما بظن انه بدك هيك شيء. انا بعرف شغلات انت مو متخيل اني بعرفها بنوب. بعرف انه شركه عائلتك على وشك الافلاس ومو مخليين حدا مو متدينين منه. وهلا شو العمل؟ انا رح حط بحسابك مبلغ من المصاري ويكون محترم، وانت بتنسى كل شيء عشناه سوا وبحياتك ما عاد بتتصل فيني بنوب. تعرفيني هيك عرض ما بقدر ارفضه. ممتاز، كنت واثقه انه بهالطريقه بينحل الموضوع. وكمان لازم تعرفي انه انت اللي رح تتصلي المره الجايه، انت اللي رح تجي لعندي مثل ماني شايفك تماما. ما رح يصير هيك شيء مارك، بعتذر. لو انا محلك ما رح اوثق بحالي لهالدرجه، وانت ما لازم توثقي. وهذا تمام. ايه ماشي. موسى اهلا وسهلا مروان بيك. طمني كل شيء تمام مثل ما خططت؟ ايه كله تمام. ممتاز. وينو هاد؟ إذا جاهزة منطلع. مروان جاهزة بس ما عم لاقي تليفوني. معقول كون موقعته بشي مكان بالشركة؟ إيه لا تدوري عليه، هلأ منخبر الشباب وهنن بيلاقوا. أنا كتير جعت أمشي. خليني دور عليه لسا يمكن حدا يدقلي. كارلا اللي بيدقلك بيدقلي. يلا. طيب مثل ما بدك. ماشي تعال. تعال يلا يلا. مروان خلينا نعمل على طول. أنا عجبني كتير هالمكان وأكله كتير طيب. ما هيك طيب كتير. كارلا أنت في شي بدك تقلي لي إياه؟ مثل شو؟ ما بعرف، يمكن في شي زعجك أو مخبيتي مثلا، ما بعرف. في شي؟ إذا في شي لا تخبي عني. بنوب وليش لحتى خبي عنك شي أصلا؟ الشي الوحيد يلي بدي قلك يا إني بحبك كتير مروان. أنا سعيدة معك، كل لحظة قضيتها معك كتير بتعني لي، وما رح أنسى أي لحظة حلوة عشناها سوا. شو كأنه لقوا تليفوني؟ حدا دقلك؟ بعتولي خبر أنه لقوا. ممتاز. نقوم شو رأيك؟ ايه اكيد منقوم. يلا يلا. تفضلي. ما مروان عرف الحقيقة، رايح يتعشى مع كارلا؟ ايه مثل ما عم قلك، شي ما بيتصدق بس هذا يلي صار. خير حبيبتي؟ كأنك عم تستني من حدا تليفون. عم بستنى كينان. تعرفي شغلة زينو؟ والله معه حق يتضايق وينزعج. على فكرة شكله ما عاد يرجع يتصل. ما اتصل. بس ليك وشرف. لكن أنا خليني أمشي. مساء الخير زينو. مساء النور. منحكي. مع السلامة. إسراء. أهلين كينان. أهلين فيكي. فكرت باللي حكينا فيه اليوم، معك حق. يعني لحتى نستمر بالعلاقة أنا لازم أوثق فيكي. إسراء أصلاً أنا بوثق فيكي، مو هي هي مشكلتنا. بس أنا بدي أسألك سؤال واحد. أنت بدك تكوني معي عن جد بس لأنه
بتحبيني ولا لأنه بدك تغيزي حدا؟ كتير مهم تجاوبيني. ايه كينان، بدي. تمام، ممتاز. وأنا ما بدي يكون غير جوات هالقلب وبس. حلو، معناتها شو رأيك تشاركني بمتعة إغلاق المطعم تبعنا؟ طبعاً، بتشرف يا خانم، تفضلي. تعرف شغلة كينان، أنا شي يوم بدي أقوله لأبوك يجي على المطعم مشان يشوف حالتك وأنت عم تشتغل. لكي، إذا أبي بده يجي لهون فحيجي بصفته الرسمية يكون بيعلمك. لا رؤي، أنا عم أمزح يعني، لأنه هلأ ما خرج إني أتقدم لك، بده وقت يعني. أصلاً أبي ما حيجي لهون إلا بعد ما أتقدم لك يعني. بس أنا ما بدي تتقدم لي للزواج وأنت حامل طولات وعم تشتغل. إيه معك حق. الزريعة. إيه فوتيها، وإذا بتحبي أنا بساعدك بشي تاني. الموتور بدي إياك تفوته على المحل لو سمحت. إيه. الموتور. إيه يلا، ما فينا نتركه برا، لازم نفوته. مروان، كانت ليلة حلوة كتير عن جد، انبسطت، شكرا لك. غراضي شو لهم شغل هون مروان؟ مين ضبن وحطهم هون؟ أنا قلت له. ليش؟ صور أنطاليا اللي مخبيتيهم انحذفوا من كل مكان، واندفع مصاري للشخص يلي خليتيه صورنا، يعني ما ضل معه ولا صورة. اللي رح يصير إنه ما عاد فيكي تهددي إسراء بأي شيء. مروان بس ما خلصت. بعد هلأ إذا عندك مشكلة تجي لعندي وبتحليها معي كارلا، منلتقي بالمحكمة مشان دعوى الطلاق. وهلأ طلعي من هون، انقلعي من بيتي. مروان بترجاك خليني اشرح لك ووضح لك القصة، تعال خلينا نقعد واشرح لك، بترجاك اعطيني فرصة بس على القليل. لك شو بدك تشرحي لي؟ شو بدك تشرحي لي كارلا؟ شو رح تفهميني؟ شو ضل شي نحكيه اصلا؟ اساسا كيف رضيتي انك تبعتي حدا يصورنا بالسر؟ وفوق رحتي هددتي اسراء بالصور كمان؟ مروان وما كفاكي؟ خبرتيها انك رح تاخدي كل شي مني. كارلا انت كيف صرتي هيك بدون ضمير؟ مصدوم فيكي وما عم صدق يلي مساويتي. مروان انا عملت هيك لانك رحت على انطاليا لحتى تشوفها لاسراء، وانا غرت كتير وفقدت السيطرة على اعصابي، فني بترجاك اي مرة بدالي كانت عملت نفس الشي. مروان انا بحبك كتير، انت ما بتعرف انا قديش بحبك وانت شو بتعني لي، انت كل حياتي. مروان بترجاك افهمني. ما عاد في داعي افهم منك شي كارلا. مروان بترجاك لا تعبي حالك، الموضوع الحسن بالنسبة لي. اشرح لك. يا جماعة نزلوا كارلا خانم على المرقب ووصلوا لأغراض على السيارة. حاضر يا بيك. مروان اسمعني، مروان بترجاك اسمعني، أنا ما بدي أخسرك، أنا ما فيني أعيش بهالدنيا بدونك، بترجاك أعطيني فرصة. مروان حاجة تبكي؟ بترجاك اسمع لي. خلاص في كفي، طلعي من بيتي فورا. مروان نقلعي من هون. ايه اسراء خانم، بكرة اي ساعة بدك افتح المطعم؟ عادة نحن بنفتحه 7:30، واذا اجيت 7:15 بيكون كتير منيح. 7:15 كتير بكير، شكلي رح بطل هاي الشغلة. يعني فطورنا كتير مشهور وكتير طيب، ولهيك مننعجب. فطور علقت بالنص هلأ هيك، يعني عم بتقولي فطور؟ ما بعرف اذا بفيق. عفوا لحظة، آسف كارلا عم تتصل فيني. ألو؟ إيه كارلا؟ كينان أنت بالبيت، أنا ماني منيحة بنوب. شوفي خير كارلا؟ كينان مروان قلعني من بيته وأنا راجع على بيتنا هلأ، بترجاك تعال لعندي. كينان أنا ماني حزنانة وبحاجتك كتير. ماشي أنت رؤي، أنا جاي فورا، اتفقنا؟ خير؟ شوفي صار شي كأنه كارلا تركت
هي ومروان، وصوتها ما كان منيح بالمرة. أنا لازم روح ضروري. شوفك بكرة. كارلا. بابا. شوفي بنتي، شو اللي صاير معك؟ بابا، مروان قلعني من بيته وقال انه هو ما عاد بده يشوفني بالمرة. قلعك من البيت؟ تعالي احكي لي شو صار معك. فوتي 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 لشوف. يا الله، روقي روقي. ما في شي احكي لك يا بابا، بس قال لي انه هو ما عاد بده يعني، وقال لي اطلعي من بيتي. شو يعني قلعك من البيت؟ انتوا لسه عرسان جداد؟ شو لعبوا ولاد؟ انا امنت وثقت فيه، معقول ينهي الموضوع هيك من عنده؟ انا بروح بحكي مع مروان، شو ما كانت المشكلة حل عندي انا. تمام، اتفقنا؟ عن جد بتحكي معه بابا؟ رح يسمع منك؟ بده يسمعني مثل الكلب. مين فينه يزعل بنتي الحلوة؟ مين؟ بابا انا ما بدي اخسره لمروان، بترجاك انا ما فيني اعيش بلا. طيب طيب، انت ما تزعلي حالك، اطلعي انت هلا لفوق وارتاحي شوي، وانا الصبح بكير بروح على الشركة وبحكي مع مروان من حلة. اتفقنا؟ ما تاكلي هم. يسلموا بابا، شكراً كتير. موسى، متأكد انه ما ضل نسخة تانية من هدول الصور؟ ايه متأكد اخي، لانه ورجينا للموظف انه نحن في معنا عصاية وخاف كتير. بدي اياك تطمن، ما عاد في شي مزعج. انتهى؟ ايه اطمن. موسى، عاملة كل شي مشان تحميني وتحمي عيلتها. أنا كنت عارفان إنه في شي غريب، بس ما كان بيخطر ببالي إنه هيك رح يصير. إيه أخي، بس مين بيخطر له هيك شي؟ كنان، ما بعرف، كله كذب. موسى، عملت هيك مشان تخليني بعيد عنها. إيه خلص ماشي، معناها صار فيكم تكونوا سوا بعد هلأ. بدنا نكون موسى، بدنا نكون. يمكن بده يكون صعب شوي، بس بالأخير بدنا نكون. شوفي كارلا، من صالحك ينتهي هذا الشيء، صدقيني هيك أحسن مشانك. كيف أحسن شيء مشاني كنان؟ شو أنت مانك شايف وضعي؟ هذا أحسن مشاني؟ يا كارلا، من يوم اللي عرض مروان عليك الزواج أنت بلشتي تخبصي، تحولتي لوحدة تانية، ضيعتي حالك، لك رحتي وعطيتي معلومة بتخص شركتك للشركة المنافسة. لك أنت شو عم تحكي كنان؟ عرفان حالك شو عم تحكي؟ مالك شايف الحالة اللي أنا فيها لحتى عم تحكي هذا الحكي؟ هيك الأخ بيوقف جنب أخته وبيدعمها. شكراً كتير. كارلا، شت كارلا، شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ ما بطلتي هدول الأدوية؟ اسمعي كارلا، انتبهي لوين وصلتي حالك، صرتي نسخة عن أمي. أصحاك أصحك تقلي هيك مرة تانية كنان؟ ما رح سامحك، عم تفهم؟ كارلا، طيب أنا آسف، معك حق. اسمعيني، أنا ما بدي أخسرك ابني، تعالي نروح على الطبيب النفسي ونبلش علاجك، خليني أكون جنبك. كنان أنا بدي نام هلأ، أطلع لبرا، أطلع لو سمحت. ماشي يا اختي، انا طالع هلا وبكره اكيد بنحكي، ما رح اسمح لك تضيعي حالك. كيفها؟ مو منيحه بابا، وضعها سيء وكتير، بس لازم تصير منيحه. بكرة بدي انزل على الشركة، بدي احكي مع مروان، يا اما بيحط عقله براسه بيحل هاي المشكلة، يا اما بيتحمل اللي عمله. ما في حدا بيقدر يعامل بنتي بهاي الطريقة.